السلام عليكم تلاميذي الأعزاء، تلاميذ الصف الرابع الابتدائي. موضوع درسنا لمادة الاجتماعيات الفصل الخامس المدرسة. المدرسة هي المكان الذي نتعلم فيه التربية والمعارف والعلوم المختلفة لنكون مواطنين صالحين لمجتمعنا في الحاضر والمستقبل. سؤال: مما تتكون المدرسة؟ إن المدرسة تتكون من البناية، الصفوف ومختبرات العلوم، وغرف الإدارة، وساحة الألعاب، والمكتبة، والحانوت. ومما تتكون الأسرة المدرسية؟ الأسرة المدرسية تتكون من مدير المدرسة ومعاونيه، والمعلمين والمعلمات والتلاميذ، وموظفي الخدمة والحراس. أهمية المدرسة في تربية الأجيال. سؤال: ما أهمية المدرسة في حياتنا؟ إن للمدرسة أهمية كبيرة في حياتنا وحياة المجتمع الذي ننتمي إليه، لأنها أولاً تساعد أسرتنا بتربيتنا على الأخلاق الحميدة والسلوك الحسن. ثانياً تعلمنا على حب الوطن وحب وطننا العراق وتطبيق القوانين وإطاعة الأنظمة. ثالثاً القاعدة الأساسية لإعداد العلماء والقادة والأطباء والمحامين والمهندسين وكل العاملين على خدمة مجتمعنا. نشاط: انظر إلى الصور التي أمامك ثم اذكر المهن التي يعمل بها هؤلاء الأشخاص: طبيب، محامي، معلمة. أنشطة المدرسة التربوية. سؤال: ما الأنشطة التي تقوم بها المدرسة؟ تقوم المدرسة بعدة أنشطة تربوية إلى جانب نشاطها التعليمي التربوي، ومنها أولاً الأنشطة العلمية كالمسابقات العلمية بين التلاميذ. ثانياً الرحلات الترفيهية. ثالثاً الأنشطة الفنية خاصة في الاحتفالات الدينية والوطنية والمعارض. رابعاً الأنشطة الاجتماعية. هل تعلم؟ سؤال: ما أهمية الأنشطة؟ إن تلك الأنشطة ما هي إلا فرصة لك في التعبير عن أفكارك ومواهبك، وتدخل الفرحة في نفسك وتجعلك أنت وزملائك جزءا من المدرسة. واجبات التلميذ تجاه مدرسته وزملائه. عزيزي التلميذ، مثل ما لديك حقوق وواجبات على المدرسة، فالمدرسة أيضا لها حقوق وواجبات عليك، فأحرص على إنجازها. إذن سؤال: ما هي واجبات التلميذ تجاه مدرسته؟ أولاً احترام الأنظمة والقوانين المدرسية. ثانياً احترام إدارة المدرسة والمعلمين من خلال الالتزام بنصائحهم وإرشاداتهم. قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه: من علمني حرفاً صرت له عبداً. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه. ثالثاً المحافظة على نظافة المدرسة، صفوف وساحة المدرسة وجدران المدرسة. رابعاً احترم زملائك التلاميذ في الصف والمدرسة، إذ يجب أن تجمعنا الصداقة التي يسودها الاحترام والمحبة والتعاون والتسامح وتقديم المساعدة وعدم الاعتداء وإلحاق الأذى بهم. خامساً المحافظة على الآثاث والكتب المدرسية. إن الدولة تصرف مبالغ كبيرة لتوفير كل الأشياء، رحلات وصبورات وكتب التي تحتاجها في المدرسة لكي توفر لك فرص التعليم. لذا من واجبك أن تحافظ على الآثاث ولا تعبث به، وتحافظ على كتبك ولا تمزقها. سادساً المواظبة على الدوام وعدم التغيب عن المدرسة. إن تغيبك عن المدرسة يؤدي إلى صعوبة في فهم المادة الدراسية وتراكمها عليك، وتغيبك عن الدوام الرسمي بدون عذر مشروع سيعرضك للمحاسبة من قبل معلمك ومدير مدرستك باستدعاء والديك. سابعاً تحضير الواجبات المدرسية يومياً. ينبغي أن تحرص على القيام بواجباتك يومياً وعدم تأجيل أي واجب إلى يوم آخر. لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لأن ذلك يؤدي إلى تراكم الدروس عليك فتصبح غير قادر على تأديتها بالمستوى المطلوب. في نهاية درسنا حفظ كل ما جاء من أسئلة ومعلومات تخص الموضوع. شكراً للمتابعة.